قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدائم الكحيل، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، لعمر الأربعين أو سن الأربعين أقاويل وأحاديث كثيرة. نعم. فما هو الجديد في الأبحاث العلمية بهذا العمر يا دكتور؟ نعم. كان العلماء يعتقدون أن الدماغ يتوقف عن النمو بعد سن معينة، مثلا 18 عام أو 20 عام. وكانوا يعتقدون أن نمو الجسم ونمو القدرات العقلية أيضا تتوقف، لذلك حددوا السن القانوني ب 18 عاما. الاكتشاف الجديد الحقيقة مذهل، يقولون إن الدماغ يبقى في حالة تطور ونمو ويبقى في حالة عمل بكفاءة عالية حتى سن 40. الجسم أيضا يبدأ بعد سن 40 بالانهيار، أجهزة الجسد يبدأ عملها بالانخفاض. يعني لو قمنا بتمثيل هذه العملية بمخطط بياني فإنك تجد أن هذا المخطط يرتفع منذ الولادة، يتطور وهكذا حتى يصل إلى سن 40 سنة، ثم يبدأ بالتدهور والتنكس. سبحان الله. يعني أفعال تنكسية تحدث في خلايا الجسم، في الدماغ بعد سن 40، في عضلات الجسم، في النظام العصبي، في يعني حتى على مستوى نظام الهضم، نظام الجهاز العظمي، كله يبدأ بعد سن 40 بالانهيار وبالتراجع. وبالتالي الحقيقة العلمية التي يعني وصل إليها العلماء اليوم هي أن الإنسان يبقى جسده يتطور ويحافظ على قوته، أو أعلى مستوى لقوة هذا الإنسان وكفاءة النظام المناعي وكفاءة مثلا القلب، البنكرياس، الكبد، هذه الأجهزة تعمل بكفاءة عالية حتى سن 40. ما الذي يحدث بعد سن 40؟ تبدأ الخلايا بالهرم، وبخاصة خلايا الدماغ، الخلايا تموت ولا تتجدد. وهناك أيضا خلايا في الجسم التي كانت تنشط وتتكاثر بكفاءة عالية تصبح كفاءة انقسام الخلايا أقل بعد سن 40، سبحان الله. لذلك هو سن جوهري، وعنوان الدراسة، العنوان العريض للدراسة التي قدمها العلماء، أن أنظمة عمل الجسم تبدأ بالانهيار بعد سن 40. دكتور، كيف تكلم القرآن الكريم عن سن 40 بالتحديد؟ سبحان الله، القرآن الكريم في قصة يعني في قصص كثيرة، سيدنا موسى، سيدنا يوسف، تحدث عن حتى إذا بلغ أشده، فالله تعالى أشار تحديدا إلى هذا السن وربطه بالأشد، أي أعلى قمة في المنحنى البياني الخاص بقوى الجسم، وهي على قمة النضج أكيد عند الإنسان. بالضبط. فلذلك قال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. سبحان الله، يعني ربط بين سن 40 وكلمة أشده. ماذا تعني أشده؟ أشده بالجمع، يعني بلغ قمة الطاقة سواء في الدماغ، في أداء الجسد، في أداء النظام العصبي، في العقل، في التفكير. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه الرسالة في سن 40، هذا معروف، لأنه السن الذي اكتمل فيه بناء كل أجهزة الجسد والدماغ، ولذلك نزلت الرسالة على قلب هذا النبي الكريم بكلمة اقرأ،
ليقول لك إن الإسلام هو دين العلم. وهذه الحقائق العلمية التي نراها اليوم هي دليل على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عند بشر، إنما هو كلام رب البشر تبارك وتعالى. شكرا دكتور عبد الدايم على المعلومة الجميلة دي، جزاك بارك الله فيكم وجزاكم كل خير. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوات، يا مبصر الأكوان الذكر خير لسان، جود من الرحمن فتح الهدى جنات.